دمار وخراب حل بأوكرانيا منذ بدء النزاع مع روسيا في فبراير 2022، وطال أمد هذه الحرب بسبب الدعم الغربي لأوكرانيا والذي تحولت فيه بريطانيا إلى رأس حربة الغرب. قدمت العديد من المساعدات العسكرية لكييف، ومنها تسليم 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتعد الدبابة الرئيسية للجيش البريطاني، تتميز بمدرعاتها المتطورة والقادرة على الصمود أمام الانفجارات الضخمة وقدرة القذائف على اختراق الدروع. ليس هذا فحسب، بل أعلنت بريطانيا عن عزمها تزويد أوكرانيا بصواريخ ستار سترايك المضادة للطائرات، وهو نظام دفاع جوي بريطاني قصير المدى محمول على الكتف، والذي تم تطويره مع وجود قواذف متعددة الاستخدامات. استمر مسلسل الدعم البريطاني إلى أوكرانيا، حيث توصل الطرفان إلى ضرورة تأمين عشرات القطع من مدافع الهاوزر إلى الجيش الأوكراني، وهي مدافع ميدانية متنقلة يمكن سحبها وجرها بسهولة، ولها قدرة كبيرة على إصابة الأهداف بكل دقة. أخذت بريطانيا خطوات ربما أوسع في دعم أوكرانيا بالسلاح، عندما قررت تزويدها بصواريخ بعيدة المدى من نوع ظل العاصفة، وهي جو أرض محمولة على المقاتلات، ويصل مداها إلى نحو 300 كيلومتر، ولديها القدرة على إصابة أهداف داخل العمق الروسي. يصل وزن الصاروخ إلى 1300 كيلوغرام، ولديه القدرة أيضاً على حمل رأس حربي بوزن 450 كيلوغرام، ويبلغ طوله نحو 5 أمتار، وهو من فئة صواريخ كروز تم تصنيعه بالتعاون بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وتم الاستناد في صناعته إلى صاروخ الأباتشي المضاد لمدرجات الطيران. لكن يختلف عنه في أن صاروخ ظل العاصفة يحمل رأساً حربياً وليس قنابل عنقودية. الكثير من التساؤلات طرحت حول أسباب حماسة بريطانيا في تقديم الدعم العسكري بهذا الشكل إلى أوكرانيا، مع أنها تتحمل أعباء كبيرة في وقت يمر فيه اقتصادها بأزمة خانقة. أهلاً بكم في حلقة جديدة من 10 داونينج ستريت. أهلا بكم من جديد، ونرحب بضيوفنا الكرام. ينضم إلينا من واشنطن سيد مارك كيمت، الوزير مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. أهلا ومرحبا بك. ومن موسكو مسيو ألكسندر زاسيكين، دبلوماسي روسي سابق. ومن كامبريدج دكتور مكرم مخول، الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية والإعلام السياسي. أهلا ومرحبا بكم على شاشة القاهرة الإخبارية. أبدأ معك دكتور مكرم، ما هو تفسير هذا الاندفاع البريطاني إذا صح التعبير في تقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا؟ يعني هناك من يرى وجود مبالغة بريطانية في هذا الدعم،
هل فعلاً بريطانيا تبالغ؟ وخاصة نحن نتحدث عن مسألة تقديم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا ربما تصل إلى العمق الروسي. البعض قال إن بريطانيا تهاجم روسيا بجنود أوكرانيين. لماذا تقوم بريطانيا على مثل هذه الخطوات ومن هذا النوع الآن بالتحديد؟ هناك عدة أسباب لهذه القرارات البريطانية. في السياسة الدولية لا نصف ذلك بالمبالغة إذا ما عرفنا الأسباب الرئيسية والهامة خلف هذه القرارات. بداية نقول أن بريطانيا سياسيا ليست مجبرة أو مقيدة بقرارات على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي لأنها خرجت من الاتحاد الأوروبي. ثانيا بريطانيا لديها علاقات مميزة مع واشنطن مع الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك فهي تتعامل بقرابة كبيرة جدا وتنسيق عالي جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي أماكن معينة وفي بؤر نزاع بالعالم إنما بريطانيا تقوم بدور أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. ثالثا هناك مسألة مهمة، بريطانيا لديها أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي يتلوها الجيش الفرنسي وبعده الإيطالي، ولكن بريطانيا وهذه أهم مسألة لديها صناعة عسكرية كبرى ولذلك فإن ما يسمى بتوفير السلاح لأوكرانيا يجب أن نفسره على أنه ليس توفير أو منح أسلحة وإنما هي صفقة بيزنس هي صفقات مالية. نحن نرى أنه ما بين عام 22 و23 وفقاً لمعلومات حكومية بريطانية وصل أو سيصل هذه طيب. التزويدات العسكرية إلى حوالي وأنت أشرت بأنها مصالح وصفقات، من سيدفع ثمن هذه المصالح أو هذه الصفقات بينهما برأيك؟ المعروف هو لغاية الآن أن هذه الصفقات وصلت إلى 9 مليار دولار فقط من بريطانيا إلى أوكرانيا. كل يوم تستمر الحرب في أوكرانيا كل يوم تزداد عدد السنين التي ستكون أوكرانيا فيها مدينة يعني مديونية مدينة لبريطانيا والدول الأخرى. هذا طبعا إن بقيت أوكرانيا كاملة متكاملة بعد انتهاء هذه الحرب وأنا أشك في ذلك. يعني وكأن بريطانيا في نهاية المطاف لا تعاني من أي أزمات داخلية. دعني أشرك سيد مارك كمت ضيفنا من واشنطن ليعلق على طرح حضرتك. سيد مارك، ما هو التفسير الذي يمكن أن نقرأه للتردد الأمريكي في تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى؟ يعني مقابل هذا الاندفاع البريطاني الذي نتحدث عنه الآن، هل هذا تناقض من وجهة نظرك أم أن الموقف ربما يحمل تنسيقا بينهما؟ ونحن نتحدث عن حلفاء موثوقين كما تعلم، وجميعنا يعلم أيضا أن أمريكا إذا عطست فإن بريطانيا تصاب بالزكام سيد مارك، أليس كذلك؟ أعتقد أنه ربما يكون هنالك خطأ فيما يتعلق بالمبدأ، أي أن البريطانيين يوفرون ذخائر طويلة المدى للجيش الأوكراني، يوفرون أسلحة مداها محدود لا يتعدى الحدود الأوكرانية. هذا القرار قرار بالإجماع اتخذته كافة البلدان التي تقاتل في أوكرانيا من أجل دعم قدرات الأوكرانيين، لكن شرط أنها لا تستعمل في أي مدى يدخل في الأراضي الروسية، وبذلك لا يوجد أي اختلاف بين السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة في بريطانيا. ما هي الضمانات بأن لا يتم استخدامه لخارج الحدود الأوكرانية سيد مارك بالنسبة للغرب؟ يعني
Well, that's a very good question, but I think سؤال وجيه جدا. الإجابة وفقا لما رأيناه هو أنهم لم يستعملوا الأسلحة والذخائر التي حصلوا عليها من الدول التي تدعمهم في ضرب الأراضي الروسية أو العمق الروسي. إذن هذا المقترح محدود، وأوكرانيا تفهم بأنها لا تستطيع أن تتابع هذه الحرب من دون دعم مستمر من الغرب، وإن قررت أوكرانيا إساءة استعمال هذه الأسلحة بأي طريقة خارج المتفق عليه فإن إمدادات الأسلحة والذخائر سوف تنقطع. هي يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة بالطريقة التي تناسبها وتقول أنها بذريعة الدفاع عن نفسها. أشرك سيد ألكسندر. سيد ألكسندر، ما رأيك في مسألة تزويد بريطانيا القوات الأوكرانية بهذه الصواريخ بعيدة المدى؟ نتحدث عن 300 كيلومتر يمكن أن تصل إلى العمق الروسي. ومسألة أخرى أيضاً بأن جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية يقول أنه يعرف طريقة مثالية لحل النزاع ولكنها على ما يبدو لا تناسب الغرب، يعني هو يقول بأنه يمكن وقف النزاع في أوكرانيا على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى سلطات كييف. يعني هذا يمكن أن نعتبره إقرار واعتراف صريح بأن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا يطيل أمد النزاع، ولكن نريد أن نعرف منطقية هذا الطرح. هل برأيك إذا توقف الغرب عن إمداد أوكرانيا بهذه المعدات والأسلحة والدبابات، هل يمكن أن تذهب مباشرة روسيا لمفاوضات بناءة؟ صحيح أن أوكرانيا غير قادرة على إجراء الحرب بدون السلاح الغربي. إذا فعلا توقف الغرب تسليم السلاح لأوكرانيا فالحرب لن تستمر إلا ربما عدة أيام. هذا صحيح، ولكن صحيح أيضا أن الغرب إجمالا وأمريكا بالتحديد اليوم لا تريد وقف الحرب، تريد استمرار الحرب بأسباب عديدة، تريد استنزاف روسيا بدرجة أولى. فلذلك هذا غير مطروح. وبالنسبة لتفاوض روسيا قالت من زمان منذ الأول وإلى الآن هذا الموقف رسمي أن مستعدين للتفاوض، ولكن بشروط معروفة. هناك مطالب روسية تتعلق بالأمن، وهناك مستجدات التي وقعت خلال هذه الأخرى. بالنسبة لهذه الصواريخ الجديدة فأنا موافق مع الرأي أن صورة غامضة حتى الآن بالنسبة لحتى مدى 300 كيلومتر أو في حكي ربما أكثر من ذلك، في حكي أنه شرط أنه لا يصل إلى عمق روسيا. الخبر الثاني أنه لا بتصير استخدام حسب الحاجة الأوكرانية. هناك طيب ماذا إذا وصلت هذه الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيد ألكسندر؟ كيف سيكون الموقف الروسي، وخاصة تبعنا العديد من التصريحات يعني من الكرملين ومن الجانب الروسي والتي تحذر من إمداد أوكرانيا بهذه الأسلحة تحديدا بعيدة المدى والتي يمكن أن تصل إلى العمق الروسي يا سيدي؟ أول شيء أنه يجب أن نستعرض موضوع فعالية لهذا السلاح، لأنه هناك قصص عديدة بالنسبة للدبابات وبالنسبة لطائرات مسيرة وإلى آخره، وهذا جزء من القصة شاملة. وهل هذه الصواريخ قادرة على يعني تغيير موازين القوى وفعالية وما هي الخسائر ممكن تؤدي إليها؟ هذا هو.
الجواب الروسي طبعا هذا قرار يعود إلى القيادة العسكرية وقائد العام، ولا ما بنقدر نتحدث بالضبط، نستبق الأمور. طيب. طبعا في المجتمع الروسي بين الخبراء ارتفعت أصوات أنه يجب أن يكون جواب متشدد من جانب روسيا، لكن ليس فقط بالنسبة لهذه الصواريخ، بل إجمالا أنه هناك عم تيجي سلاح، بيجي سلاح الغربي، ويجب يكون الموقف الروسي أكثر تشددا. ولكن نحن نرى خلال كل فترة الأخيرة تقريبا نفس الدرجة القصف الروسي للأماكن الأوكرانية، ربما خلال الأيام الأخيرة. طيب. نتيجة الأعمال الإرهابية الأخيرة. طيب دكتور مكرم. طيب دكتور مكرم، بعيدا عن مسألة الصفقات التي أشرت إليها قبل قليل، هناك قناعات أوروبية بالفعل بدأت أن تترسخ في مسألة أن بريطانيا ربما تحاول التحرك بسرعة وقبل بقية الأوروبيين، حتى لكي تظهر للداخل وللاتحاد الأوروبي أن البريكزيت كان الأفضل للبلاد يا سيدي، وأنها استعادت ربما قرارها. فعندما كان هناك تردد ألماني فرنسي في اتخاذ خطوات متشددة ضد موسكو مثلا، كانت لندن سباقة لدعم كييف بالسلاح والمال. بماذا تنتفع لندن في أن تكون رأس الحربة ضد روسيا من وجهة نظرك؟ هل لها أهداف تتعلق بمكانتها الدولية والتي تراجعت كثيرا مؤخرا؟ وماذا عن أزمات الداخل برأيك؟ بريطانيا ومنذ تولي الفترة الأخيرة بهذه الحقبة، حقبة حكم حزب المحافظين، وبالتحديد منذ دخول بوريس جونسون وبعده ليز تراس والآن ريشي سونك، نرى أن هناك توجها أكثر تجاه البيت الأبيض، وهذه مسألة مهمة، وهناك تعاون عسكري وسياسي كبير وتنسيق ليس فقط في إطار الناتو، وإنما أيضا نرى أن هناك إقامة لحلف جديد وهو أوكوس، وهو أستراليا وأمريكا وبريطانيا، وهناك انتعاش أو إنعاش لحلف كواد الذي طبعا هو أيضا مهم، وكل هذه التحالفات هي عبارة عن وسائل لفرض الهيمنة الأنجلو-أمريكية على عدة بؤر نزاع في العالم، وهم لا يخفون ذلك. ولكن أستاذتي الكريمة، المثير أنني راقبت اليوم تصريحات وزارة الخارجية البريطانية، وطبعا أنا كمتخصص بالجانبين علاقات دولية وإعلام سياسي أبتسم دوما عندما أرى كيف تحاول دولة معينة، وفي هذه الحالة بريطانيا، تسويق أو تبرير قراراتها في ديباجة الإعلام. وانظري ماذا قالت اليوم الخارجية البريطانية، ذهبت إلى 1000 سنة إلى الوراء وقالت أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا يعود إلى 1000 سنة وإلى موقف روسيا بأن تسيطر وتهيمن على أوكرانيا. إذن هم يحاولوا أيضا بيع وتسويق الموقف البريطاني، وكأن بريطانيا هي العظيمة التي تريد مساعدة أوكرانيا المسكينة، ولا يقولون طبعا أن أمريكا وبريطانيا يأتون آلاف الكيلومترات. وفي هذه النقطة تحديدا، محاولة الغرب بأنه يظهر على طول المستويات بأنه هو المدافع عن أوكرانيا وعن الشعب الأوكراني. أتحول لسيد مارك في هذه النقطة. بوريل قال أيضا سيد مارك أنه يجب التوقف عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ويجب أن تستسلم أوكرانيا خلال أيام قليلة، يعني هذا كل شيء وبذلك ستنتهي الحرب. لكن بوريل حقيقة تساءل عما إذا كان هذا السلام الذي سيتم تحقيقه بهذه الطريقة سيلبي مصالح الغرب أم لا؟ هل يلبي هذا السيناريو مصالح الغرب من وجهة نظرك، حتى وإن أنقذ العديد من الأرواح؟ حسناً، دعونا نكون واضحين. الروس يحتاجون إلى المفاوضات لأنهم يخسرون. الجيش الروسي أثبت بأنه ليس عنده كفاءة عسكرية،
توجب عليهم استعمال المرتزقة من أجل الأعمال القتالية الشرسة، والبريطانيون والروس قد قاتلوا جنبا إلى جنب مع الأمريكيين من أجل إسقاط النازيين عند الحرب العالمية الثانية. يقول زميلي من موسكو أن الهدف هو تدمير الجيش الروسي. لو انسحب الجيش الروسي من شبه جزيرة القرم ومن الأراضي الأخرى التي احتلها، فإن هذه الحرب ستتوقف. ليس لدينا مصلحة في استمرار هذه الحرب، وكذلك الأوكرانيون ليس لديهم مصلحة في استمرارها، ولذلك يجب أن يكون هنالك مفاوضات بعد هذا الركود. ومن العبثي أن نلوم الأوكرانيين على محاولتهم لاستعادة أراضيهم المعترف بها دوليا تحت سيادتهم، فهم سوف يقاتلون بقدر ما يحتاجون للقتال من أجل استعادتها للدفاع عن أوكرانيا والاستعادة أراضيهم التي غزتها روسيا غزوا غير قانوني. هذا الأمر سوف يستمر، وحقيقة أن الروس اليوم يطلبون من العالم المفاوضات ويرجون أن تتم المفاوضات، تدل على أن الروس يعرفون أنهم يخسرون وأن الأوكرانيين لن يتوقفوا عن قتل الجنود الروس حتى لا يوجد أي جندي روسي آخر في أوكرانيا. ما رأيك سيد مارك إذا كنت استمعت لطرح سيد مارك وفي نفس الإطار هو يقول بكل وضوح بأن مؤخراً ظهر جلياً بأن الجيش الروسي لا يمتلك الكفاءة أو القدرة الكافية، ما رأيك في هذا الطرح؟ مستر ألكسندر؟ السؤال إلي؟ نعم، لأن أنا فكرت ربما إلى لك. طيب أعيد عليك السؤال، ما رأيك؟ هو يقول لا بأن الجيش الروسي لا يمتلك القدرة. لا أنا فهمت طبعا حتى الآن المعركة مستمرة، معارك شرسة، وسير العمليات تدل على أنه في الجبهة استقرار في أماكن عديدة، وفي تصعيد في عدة أماكن أخرى، بخموت وبعض غيرها، ونحن في انتظار ما يسمى الهجوم الأوكراني. أنا أقصد بهذا الكلام أنه حتى الآن غير واضح مصير المعارك، مصير الحرب، ولذلك الفكرة أو نظرة أنه الجيش الروسي فشل هذا سابق لأواني. طيب هو أشار أيضا لمسألة وجود مرتزقة بجانب القوات الروسية، ماذا عن القوات المقابلة سيد ألكسندر؟ أولا أن هناك شركات خاصة عسكرية موجودة في أمريكا وفي الدول الأخرى، وهناك تشكيلات تقريبا نفس من هذا النوع في أوكرانيا موجودة، والفاغنر يعني شركة معروفة وهي تحارب في منطقة معينة. هذه المنطقة اليوم هي أساسية صحيح، ولكن هذه الجبهة ليست عريضة طويلة، وهذه المعركة تكتيكية، ربما لديها بوط استراتيجي أخذ في عين الاعتبار، وإذا حصل شيء هناك فيفتح المجال للأعمال عسكرية أخرى، ولكن لا يجوز علينا أن نبالغ في أهمية لهذا الشيء. في نفس الوقت أنه صحيح، ولكن نحن في روسيا لا نعتبر هذه الوحدة كأنه مرتزقة، لديهم عقيدة
ولديهم سمعة شعبية واسعة في روسيا. واضح. شيء خاص. طيب واضح سيد ألكسندر. أشرك دكتور مكرم. دكتور مكرم، مسألة وجود مرتزقة على أرض المعركة إن كان مع الجانب الروسي أو حتى مع الجانب الأوكراني، ومسألة هذه الإمدادات العسكرية المتدفقة لأوكرانيا، ألا يخشى الغرب بأن تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ؟ وفي إشارة لمسألة أخرى أريد منك التعقيب عليها، ما دلالة اعتبار بريطانيا منظمة فاغنر بأنها منظمة إرهابية؟ كيف يمكن أن نفهم هذا القرار أو هذه الخطوة؟ بداية نقول أن موضوع الشركات العسكرية هي ظاهرة منتشرة في العالم وليست جديدة على الإطلاق. نحن نعرف منذ عقود، على الأقل منذ مطلع السبعينيات، أن هناك شركات عديدة، وهذه الشركات تستعمل من قبل دول عديدة، وأغلب هذه الدول التي استعملت المرتزقة كانت من دول الناتو. وبالتالي فقط إذا ما ذكرنا سوريا، انظري 70 دولة أغلبها دول غربية وناتوية أرسلت المرتزقة والمعرتزقة إلى سوريا لكي تحارب الجيش السوري وإلى آخره. الآن بالنسبة لبريطانيا، بريطانيا طبعا كانت إمبراطورية كبيرة، وهناك نوع من العقلية البريطانية أن بريطانيا ما زالت يعني إمبراطورية صغيرة، ولكنها تود أن تفكر وما زالت تفكر بشكل نوعا ما يريد أن يتحايل على القانون ويستعمله. ماذا أقول؟ وأنا كما تعرفين أنا لست من المؤسسة البريطانية، ولكني ابن بيئة المؤسسة البريطانية، وما أقوله هو أن بريطانيا دوما تريد أن تهدد في الحرب النفسية عدة منظمات في العالم، وتقول لها أننا سنحاكمكم في وقت معين في محكمة العدل الدولية في هاي وغيرها، و بالتالي يصبغون هذه المنظمة أو تلك وكأنها إرهابية. أنا أعطيك مثالا أن هذه الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لا قانون ساري واحد عليها، وإنما تخضع لسياسات ومصالح اقتصادية. من ناحية واحدة أعلنت مثلا عن حزب الله منظمة إرهابية، ولكنها لم تعلن عن الإخوان المسلمين أنها منظمة إرهابية، ولذلك لأن لها علاقات مميزة مع الإخوان المسلمين وإلى آخره. شكرا جزيلا لك دكتور مكرم خوري مخول، الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية والإعلام السياسي. الشكر موصول لك سيد مارك كيمت مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، كنت معنا من واشنطن. وشكرا جزيلا لك سيد ألكسندر زاسكين من موسكو الدبلوماسي الروسي السابق، شكرا لكم. إذن إلى هنا انتهى هذا النقاش، ولكن نعود إليكم بعد الفاصل وملف آخر، تابعونا.